بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبناء الطلبة، مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة الرهن التأميني وأطراف عقد الرهن التأميني، راح نكمل محاضرتنا اللي ابتدأناها بالمحاضرات السابقة. الرهن التأميني هو عقد بين طرفي العقد، اللي هو الراهن والمرتهن. من اللي هو الراهن ومن هو المرتهن؟ الراهن اللي هو صاحب العقار، اللي يروم رهن عقاره لدى المرتهن. إذن هو عقد بين طرفين. الرهن التأميني يرد عليه من؟ يرد على عقار، الأصل يرد على عقار. إذن طالما هو عقد لازم أكو طرفين، فإذا أكو طرفين لازم أكو التزامات من الطرف الأول والتزامات من الطرف الثاني. فنأخذ التزامات الطرف الأول اللي هو الراهن. شنو التزامات؟ ما هي التزامات الطرف الراهن؟ ما هي التزاماته بالنسبة لعقد الرهن؟ احنا عندنا التزامات، اولا مثل ما ذكرنا المحاضرات السابقة، عقد الرهن يقع على عقار يجب ان يسجل في دائرة التسجيل العقاري. يعني ما معناه؟ انه الراهن يضع او المرتهن يضع اشارة حجز على عقار المرهون لدى دائرة التسجيل العقاري، ضمانا شنو؟ ضمانا للدين، لان احنا اكو بيناتنا دين. يعني الراهن ياخذ دين منين؟ من المدين. ضمانات اللي تقع عليه من؟ يضمن عنده عقار. العقار شنو؟ يضع عليه اشاره الحجز بدائره التسجيل العقاري. اذا هذا الحجز يضمن به المدين دين. في الحاله الاولى عندنا، في حالة عندنا ضمانات الراهن من بداية الرهن لغاية تسديد الدين، من بداية الرهن لغاية تسديد الدين. بعد ما سدد اكو ضمانات اخرى، يعني من بداية ضماناته من بداية الرهن لغاية التسديد. شو تكون على الراهن؟ شنو الحقوق اللي عليه على الراهن؟ شنو هي الحقوق اللي على المرتهن؟ راح ناخذ حقوق الراهن. احنا قلنا بالنسبة لنا للملكية، هل الرهن يمنع حق الملكية؟ ما يمنع حق الملكية. اذا حق الملكية شنو هي الحقوق الثلاثة للملكية؟ استعمال واستغلال وتصرف. استعمال واستغلال وتصرف. اذا من حق الراهن أثناء فترة الرهن من حقه أن يستعمل ويستغل ويتصرف بالعقار اللي تابع له وإن كان وقع عليه الرهن. يعني شنو الاستعمال والاستغلال؟ نجي ناخذها وحدة وحدة. من حقه أن حقوق التصرف بالمرهون، وهي من حق الراهن أن يتصرف تصرفات مادية وتصرفات قانونية. تصرفات مادية وتصرفات قانونية. التصرفات المادية ما هي؟ مثل ايش؟ يعني من حقه ان يجني الثمار اذا كانت اكو عنده مزروعات وبيها ثمار، يعني عنده بستان والبستان بيه ثمار، بيه نخل، والنخل يكون عنده بيه تمر. فهل هاي التمور تقع للراهن لو للمرتهن جزء من تسديد الدين؟ لا، هاي الثمار لو بي برتقال وصار قبل تسديد الدين البرتقال نضج، فمن حق الراهن ان يجني الثمار ويبيعها بالسوق. هذا جني الثمار ان يبيع، استحصال المبالغ هل تعود للراهن او تعود للمرتهن؟ تعود للراهن. مبالغ الثمار تعود للراهن.
ليش تعود للراهن؟ لأن هي ما تقع جزء من الدين. الرهن وين وقع؟ وقع على العقار، وقع على العقار، ما وقع على الثمار أو المغروسات. فلو جناها الراهن وباعها بالسوق فالمبالغ تعود إليه. لو كان الراهن أكو ديون دائنين عاديين، مو دائنين مرتهنين، عنده ديون، ديون عادية، فممكن استحصال المبالغ الدائن العادي وينفذ، يقدر ينفذ على المبالغ اللي هي تابعة لمن؟ للثمار. هذا شرط أول. الفرض الثاني، أكو منقولات بس هي تابعة للعقار، ولا هي العقارات بالتخصيص، يعني ليس من حق الراهن إزالة المنقولات وبيعها واستحصال مبالغها. ليش؟ لأن هي لمن تابعة؟ تابعة للعقار، وتقع لمن؟ تقع ضمن الرهن. من وقع الرهن وقع الذني ضمن الرهن، فليس للراهن أن ينزع المنقولات من العقار ويتصرف بها، لأنه تعتبر ضمن عقارات بالتخصيص تابعة للعقار المرهون خدمة للعقار. راح نحكي إذا كان أكو اتفاق أو ما أكو اتفاق. إنزين، هسا إحنا قلنا من حقه أن يتصرف باستعمال واستغلال وتصرف. هذا التصرفات المادية قلنا عرفناها. التصرفات القانونية اللي هي البيع، بعد إيجار، مقايضة، هبة، ذني من حقه أن الراهن يتصرف بها. ما بس شنو المرتهن شو يسوي؟ المدين شو يسوي؟ إذا تصرف الراهن بذني التصرفات شو يسوي المرتهن؟ يتبع الدين مالته بأي إيد تقع، يتبع الدين بأي إيد تقع. يعني لو سين راهن وصاد مشتري وعين هو مدين أو دائم مرتهن، إذن لو باع العقار سين، لو باع الصاد من حق، إحنا مو قلنا حق الملكية، يعني معناها الرهن ما ينزع من عندك الملكية، فمن حق أن يبيع، بس من حق المدين شو يسوي؟ يتبع الدين وإن كان بيد صاد، يتبع وإن كان بيد صاد. ليش؟ لأنه من حقوق، من مزايا الرهن التأميني حق التقدم وحق التتبع، فيتبع الدين أينما يقع، يتبع الدين أينما يقع، طالما وين إشارة الحجز وين موجودة؟ على العقار. إشارة الحجز وين موجودة؟ بالتسجيل العقاري على العقار. فلو انتقلت الملكية من سين إلى صاد، من حق المدين أن يتبع صاد، لأنه من حق، من مزايا الرهن التأميني هي حق التتبع والتقدم. احنا حكينا حق التقدم بالبدايه، فاذا حق التتبع يتبع الدين اينما يكون، في اي يد يحل، اي يد يحل، سين صاد عين، اي واحد يتنقل هو المدين يتبعه. هاي التصرفات القانونيه. اذا الرهن التاميني ما يمنع الراهن ان يتصرف بالعقار، ما يمنع ان يتصرف بالعقار. زين، لو اتفقوا الدائن والمدين، يعني الراهن والمرتهن، على عدم التصرف، لو اتفقوا الدائن والمدين، يعني الراهن والمرتهن على عدم التصرف، يقع هذا الاتفاق باطلا. ليش باطل؟ لأن يخالف قانون، لا يمكن الاتفاق على عدم التصرف. ليش؟ لأن هو احنا قلنا الدين، الرهن ما يمنع التصرفات اللي هي استعمال واستغلال وتصرف. فإذا أي اتفاق يقع مخالف، يعتبر مخالف باطل، اعتباره مخالف للقانون. إذا منع التصرف معناها ما يقع الرهن. زين، إذا الراهن
يجوز للراهن أن يضعف من قيمة الدين؟ هل يجوز للراهن يعني أنا عندي عقار مرهون بمشتملات بغراس بأشجار، هل من حق الراهن أن يزيل هذه الغراس أو المنقول أو العقارات اللي منشئة عليه يعني بستان موجودة عليه منشئ عليه بيت أو دار سكنية أو أي إنشاء، من حق الراهن أن يزيل هذا العقار المنشئ على الأرض؟ ليش؟ مو من حقه. من وقع الرهن هل هي هذه المشتملات الموجودة تشمل ضمن الرهن لو ما تشمل الرهن؟ تشمل الرهن، فأنا من أجي أزيل هذه المنشآت معناها سويت ضعفت قيمة الرهن، ضعفت قيمة الرهن. يعني ممكن المبلغ اللي راهنه خلينا نفرض جدلا 100 مليون، الأرض زائد المنشآت، لو زلت المنشآت قلت قيمة خلينا نفرض قلت قيمة الرهن إلى 50 مليون، وأنا راهن عندك العقار هو والمشتملات مالته 100 مليون، فإذا أنا هنا ضعفت من قيمة الرهن. يعني الدين هو شنو الغاية من الرهن؟ ضمان الدين، الرهن العقاري ضمانا للدين. فأنا من حق إذا ضعفته معناها الدائن ما يقبل، يحتاج فلوسه هو العقار، فإذا لا ليس للراهن أن يزيل جزء من المنشآت إذا كان ضمن الدين، ما من حقه أن يزيل جزء من المنشآت إذا كانت ضمن الدين. زين لو ضفت، خلينا نقول الدائن أضاف، الراهن أضاف منشآت، أضاف منشآت للعقار، يعني بيت أرض سكنية بها دار سكنية أضاف لها طابق ثاني، هذا الطابق الثاني يقع ضمن الرهن لو ما يقع ضمن الرهن؟ حسب الاتفاق، إذا كان متفق في بداية الأمر أن أعني لك كذا يكون حق التصرف، بس إذا كان اتفاق على طابق واحد لا يمكن التصرف. هذا من أنا ضيف معناه سويت قويت التأمينات، يعني بالنسبة للمدين زادت ضماناته، زادت صار كأنه العقار من يسوى قيمته الحقيقية 100 مليون، من ضفناه لبناء صار قيمته 120 مليون، فأنا ضماناتي زادت بالحالة الأولى، ضماناتي قلت بالحالة الثانية، ضماناتي زادت، فهذا لصالح المن، لصالح المدين. من جانب الضمان هو من جاء، لو احنا ضعفنا التأمينات شو يسوي الدائن؟ شو يضمن حتى يضمن فلوسه؟ شو يسوي؟ يطلب منك شنو؟ يا اما يطلب منك زيادة للتضمينات، زيادة للتأمينات، يعني يطلب منك ان تضيف او تجيب كفيل او حلول الدين. يعني الدين وان كان مؤجل لواحد عشرة، خلينا نفرض جدلا واحد عشرة 2016، وانت جيت بشهر الثالث زلت قسم من العقار، الدين شو يسوي؟ ممكن للدائن ان يحل الدين بالتاريخ هذا، او يطلب منك اضافه لضماناته، ضمانات الدين، يضيف حتى يقوي. هي الفكره من الرهن التأميني شو الفكره؟ استحصال ضمان الديونه، الدائن من يعطيك مبلغ من المعين من المال يضمن الفلوس مالته، شلون يضمن؟ انه اذا ما سدد شو يسوي؟ ينفذ العقار، لو نفذ على العقار هو قيمه العقار كان 100 مليون وانت ضعفته صار 50 مليون، حتى لو نفذ عليه ما راح يسدد قيمه الدين، ما راح يسدد قيمته، فشو يسوي؟ من الضعفه يقول لك لا انا اريد اليوم الدين يحل، اجل الدين بدل ما متقدم الى
أجل مسمى سنة سنتين اليوم يحل الدين، سددني في هذا التاريخ أو ترجع لي ضماناتي، أو ترجع لي ضماناتي، أو إيش قد نقص الضمان، أو ضيف لي، ضيف لي عقار آخر، تجيب لي كفيل أن حتى أنا أضمن فلوسي. زين، من حق الراهن أن يجزئ العقار لو ما من حقه، أو من حق الراهن أن يجزئ العقار لو لا، أو يفرزه. ليس من حق الراهن أن يفرز العقار ولا يجزئه إلا بموافقة الدائن المرتهن، إلا بموافقة الدائن المرتهن، إلا بموافقة الدائن المرتهن. إذا ما وافق الدائن إذن ما ليش؟ لأنه من يجزئه شو راح تضعف؟ راح تضعف التأمينات. لو عقار هنفرض واحد دونم، لو فرزنا إلى نصف دونم بنصف دونم، إذن راح نص من العقار مو لا، فضعفت التأمينات. لازم من بدء، واحنا قلنا الاتفاق على انه اذا كان الاتفاق، اذا كان قلنا الاتفاق يقع باطل، اذا كان الاتفاق يقع باطل مو لا في زين. اجينا هسه خلصنا من حقوق الراهن وعرفنا زين، بعد عندنا حق، هل هو اكو حقوق للراهن؟ الاداره بيد من تقع؟ إدارة العقار المرهون بيد من تقع؟ بيد الراهن، لأنه إحنا عندنا حق استعمال واستغلال وتصرف. إذن حق الإدارة بيد من يقع؟ حق الإدارة تقع بيد الراهن، يعني المرتهن ما يسلم حق إدارة المرهون العقار المرهون من يد الراهن. من حقه أن يزرع به أو يضيف له غراس أو إدارته بالشيء اللي يرتضيه الراهن، على أن لا يضعف شنو؟ التأمينات، لا يضعف التأمينات. زين، حق الإيجار يحق له لو ما يحق له الراهن؟ يحق. زين، يحق إذا كانت عندنا إيجار حالتين، إذا كان العقار مؤجر قبل الرهن، إذا كان العقار مؤجر قبل الرهن، يعني قبل لا أنت من إجيت رهنته لقيت أكو حق إيجار، أكو عقد إيجار ومثبت بدائرة التسجيل العقاري، إذن أنت من رهنت والعقار مؤجر، هذا هسه الإيجار ينفذ حق الراهن لو لا، حق المرتهن لو لا، ينفذ. يعني أنت جيت عرفت أنه العقار هذا مؤجر، هذا العقار من جيت تضع عليه الرهن لقيته شنو؟ مؤجر، يعني لقيت عليه رهن إيجار، أكو عقد إيجار موجود على هذا العقار، فهذا الإيجار ينفذ وين؟ حق الراهن، حق المرتهن. فإذا من حق الراهن أن لو كان الإيجار بعد الرهن، لو صار الإيجار بعد الرهن، يعني أنت رهنت عقار وردت تأجره، هسه هنا شنو الحالة؟ موافقة من؟ موافقة المدين المرتهن، موافقة المدين. إذا وافق المدين ينفذ، ما وافق ما ينفذ. إذا وافق المدين ينفذ، وإذا ما وافق ما ينفذ. إذن التاريخ هنا شنو مهم؟ تاريخ عقد الإيجار مهم، إذا كان قبل الرهن أو بعد الرهن. ليش؟ لأنه
لأننا الإيجار شو يسوي؟ يضعف لنا تأمينات. إذا كان الرهن خلال وقت محدد سواء كان سنة أو سنتين، حدد 3 سنوات. حدد 3 سنوات وإذا وافق المرتهن على الإيجار بعد عقد الرهن لازم أن يثبت دائرة تسجيل العقار. جميل، هذا يكون تسجيل قبل هذا الموعد. شلون؟ من حق هو أول فكرة من الرهن، أنت إذا سددني مبالغي أنا يعني أنا هسه لو أنت حضرتك رهنت عقار عندي، أنا وضعت حجز إشارة حجز على العقار اللي تابع لك دائرة العقار لغاية خلنا نفرض لغاية 1/10/2016، أنت تريد تحرر الرهن من العقار مالتك، جيت دفعت لي المبالغ، أنا أرفع إشارة الحجز. يا انت موعد الاجل، موعد الدين يمتى يحل؟ 1/10. انت شو تريد هسه؟ تريد تحرر العقار مالتك من الدين؟ حررت الطيب، لا تنطيب من حق. انا شو الفكره؟ انا بالنسبه لي اريد ديوني، انا من خليت اشاره من خليت انا من خليت اشاره حجز، من خليت اشاره حجز على العقار، الغايه منه انا استحصل ديوني. فانت اذا جيت تسدد لي 1/6 ليش ارفض؟ انا الدين قاعد احصله، انا خليت اشاره على العقار حتى اخذ ديني. هو عقار، ما عقار ما نعلن الايجار يمتى الايجار متى تم؟ قبل الرهن لو بعد الرهن؟ بعد الرهن. بعد الرهن، اذا انا بموافقتي موافقة المدين وخلال 3 سنوات. سدد الرهن، شو المشكلة؟ يا شو الفكرة من المرتهن أن يرفض الدين؟ يعني أنت واحد يجي يسدد لك فلوس، ليش؟ ومن اللي يأجر؟ الراهن يأجر مو المرتهن. أنت قاعد تستفاد، أنت قاعد تستفاد، أنا بالنسبة لي ما استفاد، أنا أنا كدائن، أنا أطلبك فلوس، مو ولا؟ شو استفاد أنت إذا أنت أجرت أنت قاعد تستفاد كراهن، أنا أطلبك فلوس، فإذا أجيت سددت لي قبل الموعد المحدد، أنا راح أستفاد، مو ولا؟ أنا راهن خلال 3 سنوات، أنت جيت بسنتين راح تسدد لي، أنا راح أستفاد، مو ولا؟ انا من سدد لي معناها انا ديني حصلته مو لا؟ انا راح انت تكون هنا راح ينضغط عليك وراح اسدد الموعد الدين قبل الموعد. يعني انت مطلوب ال 100 مليون دينار وراح لغايه 1/3 مثلا 2019، انت راح تسددها 2018، انت راح تستحصل مبالغ قبل الموعد المحدد وتسددها، فانت راح تتضرر مو انا كمدين كدائن لك، انت راح تتضرر مو ولا؟ التزامات هسه الراهن بعد شنو التزاماته؟ التزامات الراهن باعطاء المرتهن حق الرهن التأميني، يعني اول التزام على الراهن ان يعطي شنو؟ حق الرهن، لان واحنا قلنا عقد بيناتهم، عقد بين الراهن والمرتهن، فمن حق الحق على الراهن ان يسدد شنو؟ ما سدد الراهن راح شو يسوي المرتهن؟ راح ينفذ على العقار المرهون ويبيع بالمزاد العلني ويستحصل المبالغ، وما زاد عن المبالغ يرجعها لمن؟ للراهن. ما زاد عن المبالغ يرجعها للراهن، لأن هو راهن العقار ب 100 مليون، ولو انباع العقار ب 120 مليون ياخذ مبلغه ويرجع ال 20 باعتباره شنو؟ دائن، باعتباره دائن مرتهن. لو كان اكو دائنين آخرين، دائنين عاديين
هل يزاحمون الدائن المرتهن بالدين لو ما يزاحمون؟ هنا الدائن المرتهن شو يسوي؟ ياخذ الدين اللي على العقار والزايد الدائنين العاديين يتقاسمون قسمه غرماء. اذا كان لو كان انت احد الدائنين المرتهنين وفرض الاخر انه انت دائن عادي دائن مرتهن وبعدين انت دائن عادي يعني دائن مرتهن للعقار ودائن عادي للشخص الاخر يعني انت عندك صفتين صفة دائن عادي ودائن مرتهن انزين انت دائن المرتهن شو تسوي؟ تاخذ مبلغ الرهن اللي نفذت على العقار واخذته بقى راح تدخل ويا الدائنين الباقين كدائن عادي قسمة غرماء اذا كنا احنا 2 3 4 نتقاسم قسمة غرماء. بالبداية انا اخذ ديني كدائن مرتهن ما زاد ادخل ويا الباقي الدائنين كدائن عادي اذا كنت انا عندي ديون عادية. ما يبقى كدائن عادي تتقاسم وياهم كدائن عادي وانت عندك صفتين عندك دائن مرتهن ودائن عادي. انت احنا في البداية دائن مرتهن لك حق التقدم لك حق التقدم ياخذ تاخذ مبلغك كامل ما زاد تدخل ويا باقي شركائك بالدين كدائن عادي تتقاسمون قسمة غرماء. إذن من فرض الأول من على الراهن أن شو يسوي؟ أن يسدد الدين للمرتهن. بعد التزامه بمن؟ بضمان الرهن. يعني شلون التزامه بضمان الرهن؟ لازم يضمن سلامة العقار المرهون. يعني ما يسمح أن يضعف من قيمة التأمينات على العقار المرهون. لا يحق له أن يزيل من عده منشآت أو يقلل من العقارات اللي عليه أو ينقص من عنده. إنزين لو حدث قضاء أو قدر يعني لو صار هلاك للمدين قضاء أو قدر للعقار هل يضمن الراهن للمرهون للدائن المرتهن مبلغ لو ما يضمن؟ يعني لو صارت هزة أرضية وهلك هلك هلك أكو إنشاءات على العقار وصارت هزة أرضية هو وإن كانت قضاء وقدر للدائن للراهن يضمن الدين وإن كان قضاء وقدر ماكم هاي الضمانات يقدمها الراهن يضمن الدين وإن كان قضاء وقدر يضمن الدين. أنا ضماني ضمان أريد فلوسي أنا أريد فلوسي للراهن أن يضمن الدين وإن كان قضاء وقدر سواء كان متفق عليه وغير متفق عليه سواء عندي انا بس هذا الراهن من اجل انفذ على العقار او تجيب لي او حلول اقيم عليك دعوه حلول الاجل. خلينا نفرض العقار هو ما هو العقار الارض ما تروح المنشات تروح الارض ما يعني اي فاذا تفلش البناء مو لا يعني ما الارض ما تمحي مو صح لا بس العقار خلينا نقول تفلش ببناء وفلش مو لا شو نطلب منك؟ يا اما اطلب منك ضمانات اخرى او حلول الاجل حلول الدين حل الدين قبل ما يحل 2019 لا اريد احل اليوم سدد لي فلوسي لان انت شنو؟ انت ضامن لي الدين ضامن لي الدين. بعد شنو من ضماناته؟
ضمانات عدم التعرض الشخص صادر منين؟ من الغير ومن الشخص نفسه. التعرض الشخصي صادر من الشخص، يعني انا اضمن لك انه ما حد يتعرض للعقار المرهون. شلون ما حد يتعرض؟ يعني لو كان عندك دائنين عاديين ويجوا ينفذون على العقار، انت مطلوب عندك عقار على يدين مرهون وعندك دائنين عاديين، شو الفرق بين الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين؟ لك فرق من البداية حكينا احنا، يعني انا دائن عادي ودائن مرتهن وانت مدين، شنو الفرق انا هسه بين انا اكون دائن عادي وانا اكون دائن مرتهن؟ حق التقدم وحق التتبع. بس الدائن العادي احنا بالدائن العادي منو يكون؟ الذمة المالية للشخص هي ضامنة للوفاء، بينما بالدائن المرتهن العقار المرهون هو الضامن للوفاء، الضامن للدين، مو لا لا. لو انت عندك عقار مرهون وعندك دائنين عاديين وارادوا ان ينفذون على العقار المرهون، مطلوب وحل اجل الدين، حل اجل الدين، واجوا اقاموا دعوه ورادوا ينفذون على العقار المرهون باعتبارهم دائنين عاديين، من الذمه الماليه مالتك هسه يقع العقار المرهون ضمن الذمه الماليه ولا لا؟ هل يحق لهم التنفيذ على العقار المرهون؟ شلون الفكره؟ انا اكو 10 اشخاص يطلبوني دائنين عاديين وحارس دائن مرتهن الي، انا راهن عند عقار، اجوا ذول العشره رادوا ينفذون على العقار اللي راهن عند حارس باعتبارهم يردون يستحصلون ديونهم، انا اضمن له عدم التعرض من الدائنين العاديين، اضمن له عدم التعرض من الدائنين العاديين، لانه هذا صار محجوز وين؟ اشاره الحجز وين؟ باسم المدين المرتهن، صار هذا العقار محجوز الى سين الى شخص معين، هذا العقار ضامنه للدين ماله، ما له علاقه بالباقي الديون، فاضمن له انا حق عدم التعرض من التعرض الشخصي والتعرض منين؟ من الدائنين من الاشخاص الاخرين. اضمن له عدم التعرض على العقار المرهون من الشخص نفسه ومن الدائنين او من الاشخاص الغير. زين اقدر ارتب حق اتفاق على العقار لو ما اقدر؟ اقدر ارتب حق ارتفاق على العقار لو لا؟ انا عندي عقار مرهون، فاذا الحقوق اللي مترتبه عليه تنتقل مع الرهن او مفصوله عن الرهن؟ يعني عقار مرهون لو تنفذ عليه تنفيذ جبري او تنفيذ عيني، هذا الحق راح يفقد حق ارتفاق او حق مسيل، راح يفقد في حالة تنفيذ على العقار، يفقد صفته لو ما يفقد صفته؟ هي مستقلة عن الرهن، مستقل. يعني لو نفذنا على العقار، نفذنا على العقار ما راح تفقد الصفة مالها، حق الارتفاق ما يفقد، ينتقل إلى طرف الآخر. يعني إذا انباع العقار، هذا العقار من ينباع يروح مثقل بحق الارتفاق أو حق المسيل، مثقل بحق الارتفاق أو حق المسيل،
زين إذا ما إحنا قلنا إذا ما سدد الراهن للدائن شو يسوي؟ ينفذ على العقار. طريقة التنفيذ تكون عن طريق المزاد العلني. زين إذا ما أراد ينفذ شو يسوي؟ ممكن أكو طريق آخر. طريق تنفيذ بطريق التعويض. وبعد ممكن أن يسقط الأجل. يعني شلون يسقط الأجل؟ مدة محددة. يعني لو كان محددة لغاية 1/10 تسقط إلى 1/3. يعني قدم الدين أو حلول الدين فورا. حل الدين باللحظة اللي بيها حل الدين فورا. أو أطلب منك زيادة التطمينات. يعني هنقول يحتاج إلى شخص يكفل الدين. يعني مرات المصارف اللي تدفع شو تسوي؟ تضع عقار وتريد كفلاء كفيل إلك. ليش؟ زيادة شنو؟ التطمينات. يعني أنت شو تسوي حتى أنا أضمن ديني؟ خل نفرض هذاك العقار أكو كفيل راح يسدد لي. مثل ما قال زميلكم قال أنا ما عندي بس هذا العقار ولا لا. فأنا شو أسوي؟ من أخذ كفيل. كفيل شو يصير؟ ضامن للدين. إذن هاي إجراءات شنو؟ هي زيادة تطمينات للدائن حتى يستحصل مبالغ اللي بذمة المدين. فعلى على 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 الراهن أن إذا كان زود التطمينات ماكو إشكال. لو ضاف عقار، لو ضاف أرض زراعية كان بها 1000 نخلة سواء 1500، هسا زادت قيمتها لو قلت؟ زادت قيمتها. فإذا من زادت قيمتها أنا ديني شنو صار؟ صار أقوى. ديني استحصال الدين أقوى. بس إذا هو بدأ يضعف لا، من بيبدأ يضعف أنا ما أقبل. ليش ما أقبل؟ لأن أنا أريد أحافظ على مبلغ الدين. مبلغ الدين إذا بدأ يضعف الراهن بدأ يضعف بالتطمينات أنا ما أقبل. أريد أحدد أقدم الأجل أو أطلب منه زيادة للتطمينات. هسا أكو واحد عنده سؤال؟ أكو شيء ما يعني يحتاج إلى توضيح؟ أعتقد محاضرتنا إن شاء الله بالأسبوع القادم نكمل.